مشاهدينا مساء الخير من قناة الموريتانية نشرة الثامنة وأبرز عناوينها الليلة. رئيس الجمهورية يتفقد عددا من المنشآت الخدمية بمقاطعة تيارت في إطار زيارة التفقد التي يقوم بها لولايات وكشوط الثلاثة. رئيس الجمهورية يؤكد للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وسكان مقاطعة تيارت مواصلة الجهود التنموية وضرورة المحافظة على المكتسبات. محكمة عراقية تصدر أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، وذلك بمناسبة احتفال المملكة الإسبانية بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية للعاهل الإسباني حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز برقية تهنئة إلى فخامة السيد تيودور أوبيانغ أنجوما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لرئيس غينيا الاستوائية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبيهما الشقيقين. أدى رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز اليوم بمقاطعة تيارت في ولاية وكشوط الشمالية زيارة تفقد واطلاع لمركز تسجيل السكان التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. وتجول رئيس الجمهورية في قاعات التقييد والأرشيف، كما تعرف على مراحل تسجيل المواطنين والخدمات المقدمة لهم في هذا المركز. الحالة المدنية العمود الفقري لأي سياسة تنموية واقتصادية وحتى أمنية، تلك رؤية ونهج لدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي بادر إلى اقتناء نظام معلوماتي دقيق تصحيحا للوضعية المزرية التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية. وهكذا صدر في 6 يوليو 2010 المرسوم المشرف للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لتكون هي الهيئة المسؤولة عن إنشاء وتجديد السجل الوطني البيومتري للسكان وتأمين تسجيل وتحديث المعلومات المتعلقة بتحديد هوية المواطنين والأجانب المقيمين في موريتانيا. وللوقوف على طبيعة عمل هذه الهيئة وفروعها، أدى رئيس الجمهورية زيارة لمركز تسجيل السكان بمقاطعة تيارت بولاية وكشوط الشمالية التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. وفي كل من قاعات التقييد والأرشيف تعرف رئيس الجمهورية على مراحل تسجيل المواطنين والخدمات المقدمة لهم والوثائق المطلوبة لضمان تزويدهم بأوراقهم الثبوتية. رئيس الجمهورية تلقى شروحا من القائمين على المركز حول الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين وضمان تزويدهم بأوراقهم المؤمنة في أقرب الأجال وفي ظروف جيدة. وفي كل محطات الزيارة كان رئيس الجمهورية يحث على تبسيط الإجراءات وتسريع مراحل إنجاز الخدمة المقدمة للمواطنين. ويعد النظام البيومتري المتعدد الوظائف من أحدث التقنيات، وهو نظام لإنتاج الوثائق المؤمنة سيمكن في مرحلة الأولى من إصدار عقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدامات وبطاقات الإقامة للأجانب وبطاقات الصحة الناخبين تسير السيارات رخص السياقة. كما زار رئيس الجمهورية صباح اليوم الإعدادية رقم 1 بمقاطعة تيارت ومدرسة السعادة الابتدائية في نفس المقاطعة. واطلع رئيس الجمهورية على سير الدروس في هاتين المنشأتين التعليميتين، واستمع إلى شروح من القائمين عليهما حول طاقتهما الاستيعابية ودورهما التربوي. أباء التلاميذ ومواطنون من سكان مقاطعة تيارت بولاية وكشوط الشمالية يستقبلون بحفاوة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز خلال زيارة لمدرسة السعادة الابتدائية في المقاطعة أياما بعد افتتاح العام الدراسي الجديد.
بات من المألوف أن يزور رئيس الجمهورية المدارس للاطمئنان على ملاءمتها لتوفير تعليم نوعي يضمن مستقبل الأجيال. وفي هذا السياق تأتي زيارة مدرسة السعادة بتيارت التي شهدت قبل 4 سنوات توسعة بعض حجراتها الدراسية وترميم البعض الآخر ضمن سياسة هادفة إلى تحسين البنى التحتية المدرسية والرفع من مستوى أداء المؤسسات التربوية وقدرتها الاستيعابية، وهي سياسة انعكست على أداء هذه المؤسسة حيث صنفت من طرف وزارة التهذيب الوطني أواخر العام المنصرم مدرسة نموذجية بعدما وصلت فيها نسبة النجاح في امتحان دخول الإعدادية لهذا العام 99%، وهو ما يعطي مؤشرا على نجاعة السياسة المتبعة في مجال التعليم ويجعل الزيارة محل تذمين. هذه الزيارة نعتبرها زيارة تفاقدية لأحوال التعليم لأحوال جميع المواطنين ومشاكلهم ومؤسسات الدولة، وننتظر من هذه الزيارة إعلان جميع المشاكل اللي يعاني منها التعليم لأنها تنحل. نعتبر إنها رواية عمل جيد وممدوح، لأنه عمل ينم عن 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 تفقد قمة البلاد المشاكل قاعدتها وذي اللي تعاني منه، تفقد مؤسساتها وتحسين ظروفهم. الإعدادية رقم 1 في مقاطعة تيارت كانت هي الأخرى على موعد مع زيارة من قبل رئيس الجمهورية، وهنا تعرف على مساهمة هذه المؤسسة في تحسين مخرجات التعليم عن طريق تمكين التلاميذ من إتقان المواد العلمية التي تلائم متطلبات سوق العمل. ويعود تاريخ إنشاء الإعدادية رقم 1 بمقاطعة تيارت إلى سنة 92 و900 ميلادية، في حين يعود تاريخ إنشاء مدرسة السعادة الابتدائية بنفس المقاطعة إلى سنة 86 و900. ودائما في إطار زيارته لمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، تفقد رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز صباح اليوم مركز تيارت الصحية، واطلع رئيس الجمهورية على الدور الذي تقوم به هذه المنشأة الصحية والخدمات العلاجية التي تقدمها للمواطنين. زيارة التفقد والاطلاع التي أداها رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز لمركز تيارت الصحي بولاية نواكشوط الشمالية عكست اهتمام السلطات العليا في البلد بالمتابعة الفعلية لصحة المواطنين، كما أبرزت دور الصحة القاعدية وأهميتها في المنظومة الصحية الوطنية باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه لأي نظام صحي ناشئ. رئيس الجمهورية تجول في مختلف أجنحة المركز الذي يضم أقساما للحالات المستعجلة والتغذية والأسنان والاستشارات والحجز والمختبر والولادة والجراحة والصيدلية، ويصنف ضمن الفئة أليف ومن الدرجة المحسنة في ترتيب وزارة الصحة. الزيارة لم تكن للتفقد والاطلاع فحسب، بل كانت أيضا للاستماع للمشاكل المطروحة من أجل إيجاد حلول مرضية لها، إضافة إلى التعرف على الجهود المبذولة من طرف المركز لتحسين الأداء وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في المركز الذي يعمل به 3 أطباء عامين وطبيب رئيس وطبيب أسنان و15 ممرضا ما بين ممرضي دولة وممرضين اجتماعيين وصيدلان، إضافة إلى عدد من القابلات والمولدات، وهو ما يجعله من أهم المنشآت الصحية في مقاطعة تيارت. وتدخل زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز له ضمن الاهتمامات الكبرى للدولة بصحة المواطن، إذ لا تنمية ولا ازدهار ولا تقدم بدون مواطن قوي وصحيح. هذا وعقد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز ظهر اليوم في أعقاب زيارته للمرافق الخدمية بمقاطعة تيارت اجتماعا مع عدد من رؤساء المصالح والفاعلين الاجتماعيين والمواطنين في المقاطعة. تم خلال هذا الاجتماع طرح أبرز المشاكل التي تعاني منها المقاطعة والحلول المقترحة لها وتقييم مدى استجابة مؤسسات الدولة في ولاية نواكشوط الشمالية لتطلعات المواطنين. يأتي هذا اللقاء في أعقاب الزيارة الميدانية التي أداها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز لبعض المرافق العمومية بمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية صباح اليوم.
وقد حضر هذا اللقاء الموسع رؤساء المصالح الجهوية بمقاطعة تيارت وعدد من الفاعلين الاجتماعيين ومواطنين عاديين، هذا فضلا عن وزراء الداخلية واللامركزية والصحة والتهذيب الوطني ومدير ديوان رئيس الجمهورية ومكلفين بمهام برئاسة الجمهورية والسلطات الإدارية والبلدية بولاية نواكشوط الشمالية. وفي مستهل الاجتماع أفسح رئيس الجمهورية المجال لممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإدارة العامة لطرح أهم المشاكل بمقاطعة تيارت والتصورات المقترحة من طرف الحضور لإيجاد حلول لها حتى تكون المرافق الحيوية للدولة على مستوى تطلعات المواطنين. نختار نطلع للمنشآت اللي هنا تياه العمومية، الصحة، التعليم والحالة المدنية من جهة أخرى، وأخيرا أعطيكم الكلام أيضا أعطي الكلام لممثلين بعض المقاطع هوناتية من الأحزاب ومن المجتمع المدني ومن الإدارة اللي هوناتية، نعطيكم فرصة لطرح المشاكل اللي عندكم هوناتية ونشوف الصفة اللي الله يقدر يسوى منها اللي قد منها بعض يسوى بالعجلة دول يسوى إن شاء الله، واللي لا بد له من الوقت ولا بد له من خطط اللي يعود بعض بعين الاعتبار والشغلات اللي يقدر يعدل فيه. رئيس الجمهورية أكد أمام الحضور كذلك أن الهدف من معاينة واقع بعض المؤسسات العمومية خاصة التعليمية والصحية والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة يأتي رغبة في الاطلاع عن قرب على أهم المشاكل والمعوقات التي تعرقل سير العمل بها بشكل مرضي. لقاء رئيس الجمهورية بالمواطنين بمقاطعة تيارت كان سانحة لطرح مختلف المشاكل التي تعاني منها مقاطعة تيارت، خاصة منها تلك المتعلقة بمستوى أداء المرافق الحيوية بهذه المقاطعة. مداخلات المواطنين خلال لقائهم برئيس الجمهورية تمحورت حول العديد من القضايا المتعلقة بأداء المرافق التعليمية والصحية ومراكز استقبال المواطنين الخاصة بسجل السكان والوثائق المؤمنة، وجاءت تجاوبا مع الإرادة السياسية التي لمسها المواطنون والمجسدة من خلال الزيارات الميدانية التي يؤديها فخامة رئيس الجمهورية لمقاطعات البلد بشكل دائم. وقد ثمن سكان مقاطعة تيارت زيارة رئيس الجمهورية التي مكنتهم من طرح مختلف المشاكل والتحديات التي تواجهها المقاطعة. ندعوكم لمتابعة عينة من آراء المواطنين في ميل. زيارة من هذه الزيارة باعتبارها ستعطي دفعا جديدا للتعليم وآلياته في البلد، نظرا لأن هذه المدرسة التي نتواجد أمامها اليوم أصبحت مدرسة نموذجية ستحتضن وتكون أجيالا ستكون في المستقبل رائدة في هذا البلد، لذلك نجد أنه من الضروري دعم المسار التعليمي في هذا البلد بهذا النوع من المدارس ذات الطابع النموذجي. زيارة تبارك الله ما شاء الله زينة وليه مولي تقول زينة وقوفه، وهذا عزيز عدل ياسر من إنجازات، ها إنجازات اللي عدل هو قاماني قاعد نقول بلي فات قال منهم ياسر سمعتوا، ونحن شاكرين إلى ها إنجازات اللي عدل وشاكرين إلى قدرهم هات وشاكرين إلى الصحة وشاكرين إلى كل شيء، شاكرين إلى وحدة الوطنية لعدل موريتان، شاكرة بعد قا محمد العبد العزيز اللي دار فينا الثقة بعد قا وجانا ويعرف ان موريتان كان مخلص له هي الحقيقة التامة، ويعرف ان احنا الشعب الضعيف اللي ما عندوش عندنا لا مولانا والرسول صلى الله عليه وسلم محمد العبد العزيز والطاقم اللي معاه ولا هم باخرين شيء، وصنادرتنا شاكرينهم وشاكرين هذا البلد اللي فيه هذا الرئيس اللي ما بقى انجازات ما عدلهم ما قد قاع نحصيهم امل لك وهو اللي عندنا عايشين فيه، والطليان ما ينطوى والما ما تفتح براقم الدوله انبارها باللي هو عاطيهم الترا ما تفتحون، فتبارك الله ان شاء الله ما رايت الماء يجي لك راع ولكل ولايه وكل مقاطعه خصوصا احنا اهل تيارت، ولا يبقى نوع من اللي نجاوي ويلبي لنا مطالبنا ومساوي موريتان فيها المساواه ما فيها العنصريه، من يوم اللي جانا محمد العبد العزيز سنوات عرفنا قاع عندنا قاع الشعب قاع حدنا بعد قاعد عندنا بعد قال بوفار نحن بعد قال الشعب الموريتاني. انجازات رئيس الجمهوريه اللي انجازا الاول منهم المقاربه الامنيه اللي عاد تسوق عالميا وعاد نموذج عالمي ما هي في المنطقه عالمي. الثانيه الماذيك هي ذو المدارس اللي بنى هو رؤيه روايه التعليم لها عمان وبنى ذا العام 2016 هذه
2017 بناوا قريب من 59 مدرسة مشي فات وقف. وإنجازات ذنبتها أنا ماني عدها كاملة به اللي ما نقدر عدها فر. هذه الزيارة شرفتني بعد قاع وفخرتني وننتظر منها عن جميع المشاكل اللي مطروحة على مستوى المقاطعة دور تنحل باللي رئيس الجمهورية الجايبه لا يطالع المشاكل المطروحة للمواطن. والمواطن جاي هاب عفويا زاد هو يدور الله يطرح ذا من قريب للرئيس الجمهورية وينعت الرئيس الجمهورية تعلقه به واللي مازال يختاروا ينعتوا عنه مازال بغايته فيه ولا بد له منه وعنه فاصل فيه ياك يكمل له ذا البرنامج اللي بدأ من 2009 لله. الطب عاد متوفرين فيه الفحوصات وعاد اخصائيين كل التخصصات ما شاء الله هون وعاد حد شيء يجبر طاقم طبي بعد قاعد يعطيه عنايه يشتغل 24 ساعه على 24 ساعه وهذا قطع عنه يذكر فيشكر. سعداء بهذه الزياره اللي لا يتمكنوا من الاطلاع على احوال ساكنه مقاطعه تيارت والولايه الشماليه قاع كامله من نواكشوط نعول عليه امال عريضه في انه لا يتلمس هو شخصيا ويقف على احتياجات الناس وعلى المشاكل المطروحه لها ولا يقدم له الحلول كما اعتدنا. وفي الشأن البرلماني استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد البليل صباح اليوم بمكتبه سعادة السيد عبد القادر الساحلي سفير الجمهورية التونسية المعتمد في موريتانيا. تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين التونسي والموريتاني. جرى اللقاء بحضور النائب الدانو العثمان رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية التونسية سيد عبد الله والصالح الأمين العام للجمعية الوطنية. ونبقى في الجمعية الوطنية دائما التي عقدت زوال اليوم جلسة علنية برئاسة النائب محمد البليل رئيس الجمعية. خصصت الجلسة للرد على سؤال شفهي موجه لوزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابية حول التحديات العمرانية والإجراءات المتخذة لتأهيل الأحياء العشوائية وسياسة قطاع الإسكان والعمران في هذا المجال. خصصت هذه الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية برئاسة النائب محمد البليل رئيس الجمعية خصصت للرد على سؤال شفهي موجه لوزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة أمال بنت مولود قدمه النائب حمدي والإبراهيم حول تحديات التخطيط العمراني في العاصمة والولايات الداخلية والخطط والإجراءات التي يتمناها قطاع الإسكان والعمران لحل تلك التحديات والإشكالات التي رافقت محاولة توزيع القطع الأرضية على السكان وتأهيل الأحياء العشوائية. وفي معرض ردها على السؤال الشفهي المطروح أمام نواب الجمعية الوطنية استعرضت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي حصيلة العمل المتقدم الذي ينفذه قطاعها عبر مشروع إعادة هيكلة الأحياء العشوائية والقضاء على ظاهرتها من خلال تصحيح وتسوية وضعية ملاك الأراضي السكنية وتحقيق الملكية العقارية وإيجاد حلول جذرية لمشكل السكن. كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الإسكان والعمران والنهضة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وتخللت هذه الجلسة مداخلات من السادة النواب تمحورت حول المطالبة بضرورة القضاء على ظاهرة الأحياء العشوائية وتوفير السكن الاجتماعي اللائق للمواطنين ومنح القطع الأرضية للفئات المحتاجة في الأحياء النائية وتوفير الحدائق العامة وتعزيز المخطط الوطني للإصلاح الترابي. كما أشادت بجهود قطاع الإسكان والعمران في تطوير أداء عمال البناء والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد وزيادة القيمة العقارية للأراضي. بعد ذلك ردت السيدة أمال بنت مولود على مداخلات السادة النواب وأكدت أن عملية تأهيل الأحياء العشوائية تمت حسب السياسة المرسومة لها وتقسيم الأراضي على السكان تم بشكل مضاعف مقارنة مع السنوات الماضية وتحققت فيه مبادئ العدالة الاجتماعية. كما تطرقت إلى مشروع مكونات تطوير عاصمة مدينة نواكشوط وحل مشكلة توزيع القطع الأرضية على السكان.
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون صباح اليوم بيانا جاء فيه تعرب حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تضامنها مع مملكة إسبانيا البلد الصديق الذي تربطها به علاقات عريقة وتحافظ معه على تعاون مثالي متعدد الأبعاد. إن الحكومة الموريتانية في الوقت الذي تعلن فيه دعمها الثابت لوحدة مملكة إسبانيا ستبقى مقتنعة بأن النموذج الديمقراطي الناجح لإسبانيا سيمكن هذا البلد الصديق من أن يتجاوز في ظل احترام الشرعية الاختبار الذي يمر به حالياً. أدت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة هوا الشيخ سيدية تانديا مساء أمس زيارة تفقدية للمحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في كيفا، واستمعت الوزيرة خلال هذه الزيارة إلى شروح قدمها القائمون على المحطة حول الدور الذي تلعبه على المستوى الجهوي والعراقيل التي تواجهها خلال بثها اليومي. وأشادت الوزيرة بالدور الذي تلعبه المحطات الجهوية لإذاعة موريتانيا في مجال التوعية والإرشاد على المستوى الجهوي، مبينة أن اللامركزية خيار تعمل الحكومة على ترسيخه في مختلف قطاعات الدولة. وأضافت الوزيرة أن مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي الذي انطلق في كيفا سيعمل على دعم المؤسسات التنموية في جميع القطاعات وعلى وجه الخصوص المحطات الجهوية. ونبقى في كيفا دائما، حيث أعطت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة صباح اليوم إشارة انطلاق القوافل المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية بالتحسيس حول مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي. كما أشرفت الوزيرة على سهرة تعبوية وحضرت معرضا للدعمات المستخدمة في التحسيس أقامته القطاعات الوزارية المشاركة. ضمن برنامج اليوم الثاني من الحملة الوطنية من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي لفائدة تمكين النساء والمراهقات، أعطت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة ميمونة بنت محمد التقي من مدينة كيفا إشارة انطلاق قافلتين من عشرات السيارات ستجوبان عدة مناطق في ولايات الحوضين والعصابة وقديماغا، وذلك بهدف إطلاع المستهدفين على أهمية الحملة ونشر مضامينها التعبوية على نطاق واسع من الولايات موضع التدخل من قبل مشروع تمكين النساء والعائد الديموغرافي في الساحل. وفي معرض أقيم بمناسبة الحملة الوطنية من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي اطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بمعية وزير الشباب والرياضة ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على مختلف نماذج دعامات الإعلام والتحسيس التي تقدم في الحملة من قبل قطاعات التهذيب الوطني، الصحة، الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية. جانب من التعبئة والتحسيس تكفلت به فقرات السهرة التي جسدت بالكلمة والنغم وتمثيل من الواقع ما اعتبره منظم الحملة إطارا ناطقا بمعوقات تجاوز العقبات المطروحة في سبيل تحقيق تطلعات المرأة الموريتانية في مجال التغيير الاجتماعي والسلوكي. وهنا في نواكشوط انطلقت اليوم فعالياته ملتقى تكويني لدعم قدرات أطر قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في مجال التقنيات المتعلقة بالضبط الرقمي وآلية استخدام المنظومات الرقمية في ميدان العمران والاستصلاح الترابي. التفاصيل بالتقرير التالي. ضمن البرنامج التكويني الذي بدأت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تنفيذه منذ العام الماضي، تتنزل فعالية هذه الدورة التكوينية الرامية إلى دعم قدرات أطر القطاع في مجال التقنيات المتعلقة بالضبط الرقمي وآليات استخدام المنظومات الرقمية في ميدان العمران والاستصلاح الترابي، إضافة إلى رقمنة التطبيقات المستعملة في مجال التخطيط الحضري والتحكم عن بعد. الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد جاغانا إيساغا أكد في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة أن المعلومات التي ستقدم خلالها ستساهم في الرفع من القدرات الفنية لأطر القطاع، خاصة في مجال التعامل مع التقنيات الجديدة والتطبيقات المعلوماتية والأدوات الرقمية التي يرتبط بها العمل الميداني لقطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مشيرا بهذا الصدد إلى أن التوصيات التي سيخرج بها المشاركون في ختام الدورة سيتم تبنيها من طرف الوزارة.
الدورة التكوينية يشرف على تأطيرها خبراء دوليون سيقدمون معلومات نظرية وأخرى تطبيقية طيلة أسبوع في مجالات تقنية متنوعة، من أبرزها برنامج تسيير ومتابعة وإدارة وضبط المشاريع الكبرى. بدأت صباح اليوم بالعاصمة أشغال ورشة تكوينية حول تطبيق اتفاقية التجارة الدولية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. يستفيد من هذه الورشة مجموعة من أطر الحماية الطبيعية والجمارك وإدارة الزراعة. يستفيد من الدورة التكوينية المتعلقة بتطبيق اتفاقية التجارة الدولية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض 40 إطارا من الحماية الطبيعية والجمارك ومراقبي نقاط العبور وإدارة الزراعة. ويسعى قطاع البيئة والتنمية المستدامة من وراء هذه الدورة التكوينية إلى تعبئة كافة الأطراف المعنية بالإشراف والرقابة على استيراد وإعادة تصدير الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض ونشر الوعي العام ورفع مستوى الدراية لدى الموظفين الحكوميين المعنيين. إن قطاع البيئة والتنمية المستدامة يعمل على تأكيد التزامه بتعهداته المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ضمن شراكة جيدة وموجهة إلى إعطاء نتائج قابلة للقياس بصفة موضوعية. وعلى هذا الأساس حرص خلال السنوات الأخيرة على تعزيز الجهود والإجراءات والأنشطة والبرامج التي تعالج التحديات البيئية التي تواجه بلادنا في مجال التنمية المستدامة والمتمثلة أساساً في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تدبير النظام البيئي والموارد الطبيعية، التكيف مع التغيرات المناخية، مواجهة الكوارث، تطوير الخبرات والمهارات في مجال إدارة البيئة. وحول مهام هذه الاتفاقية تحدث السيدة ريبيكا ريجينر والدكتور رالف ريجينري وأبرز جهود هذه الهيئة التي تضم أكثر من 190 دولة. وتستمر الدورة التكوينية المتعلقة بتطبيق اتفاقية التجارة الدولية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض يومين، يقدم خلالها مجموعة من الخبراء الدوليين عروضا فنية تناقش جميع جوانب هذه الظاهرة. وفي المجال البيئي دائما احتضنت قاعة العروض بالمركز العالي للشباب والرياضة صباح اليوم عرضا للمرحلة الأولى من نشاط البيئة بالمدارس الثانوية، ويمثل هذا النشاط أحد مكونات مشروع تأقلم المدن الشاطئية مع التغيرات المناخية. يدخل هذا اليوم التحسيسي والتعبوي ضمن نشاطات مشروع تأقلم المدن الشاطئية مع التغيرات المناخية التابع لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني. وتسعى التظاهرة إلى تعبئة تلاميذ المدارس حول حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تدبير النظام البيئي والموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية. لا يخفى عليكم حضورنا الكريم ما لحماية البيئة والتهذيب البيئي من عناية كريمة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، والذي ما فتئ يصدر تعليماته إلى الحكومة بإشراف من الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين للحفاظ على البيئة وتنوير الأجيال الصاعدة حول المحافظة عليها، وتتجلى تلك العناية عبر العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، أبرزها مشروع حماية مدينة نواكشوط ضد زحف الرمال والمد البحري الذي أشرف فخامته شخصيا على إطلاقه عام 2010. ويتضمن هذا اليوم نشاطات إعلامية وتحسيسية تتناول مواضيع البيئة والتغيرات المناخية، وكذا عرض أفلام قصيرة وتنظيم مسابقات في المواضيع ذات الصلة بالمجال البيئي. اختتمت زوال اليوم بقصر المؤتمرات أعمال المؤتمر الشبه الإقليمي لتبادل التجارب في مجال محاربة الغلو والتطرف، والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع مشروع الصداقة. وقد خرج المشاركون بتوصيات تؤكد على ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات لإيجاد آلية مشتركة تضمن القضاء على الإرهاب العابر للقارات. بعد سلسلة من العروض والمناقشات وخلال يومين من العمل، تنتهي فعاليات المؤتمر شبه الإقليمي لتبادل التجارب في مجال محاربة الغلو والتطرف، التجربة المغاربية وتلك التي لمجموعة دول الساحل والكاميرون، عبرت عنها ورقات قدمها خبراء ومتخصصون في المجال. ولعل من أهم توصياته هي ضرورة التنسيق والتشاور لوضع حد ضد ظاهرة العنف العابر للقارات. الاختتام الرسمي للمؤتمر عبر خطابه عن أهمية الملتقى وما تليه الدولة من عناية وتهمين.
إن بلادنا وانطلاقا من الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تجعل في أولوياتها الوطنية تحصين فكر أفراد المجتمع وخاصة في الشباب في أولوية الأولويات، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة للأمن ومحاربة التطرف والإرهاب. وإنني لعلى يقين من أن إدراككم لمحاور هذا المؤتمر المهم بمداخلات قيمة ومثمرة كفيل بإعطاء إضافة نوعية ورسم رؤية استشرافية واعدة لمحاربة التطرف والإرهاب. المشاركون من مختلف الأنحاء قدموا مساهمات عكست يقظة الجميع تجاه ضرورة مكافحة الغلو والتطرف. قدمت مجموعة من النقاط تحدث عن المقاربة الأمنية لمحاربة التطرف، النهج الذي اتخذه المغرب في المقاربات بصفة عامة، المقاربة الأمنية، المقاربة الدينية، المقاربة السوسيو-اقتصادية والمقاربة الاجتماعية. أؤكد على أهمية مثل هذه الملتقيات لأنها ملتقيات يعني تسعى إلى الإشادة بضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. كما عبر المشاركون عن فائدة ما توصلوا إليه من توصيات خلال مناقشات الجلسات. حضرت هذا الملتقى اللي يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب. قطاع الشؤون الإسلامية يقاد بكفاءة شابة نيرة تضع استراتيجيات ومقاربات وطنية للحد من التطرف العنيف وتحد من الإرهاب اللي يجسد إرادة السيد رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز. كل دولة عرضت مقترحاتها وتبادلنا وخرجنا بأفكار عامة. لابد من توحيد الجهود لتغيير الأفكار الهدامة، وكما تعلمون أن الفكر الهدام لا يصحح إلا بفكر يصحح هذه المفاكير، فلا بد هناك مفاهيم خاطئة لابد أن تصحح. معلوم أن مشروع الصداقة هي الجهة الراعية لهذا المؤتمر الذي يدخل في إطار دعم جهود قطاع الشؤون الإسلامية في مجال مكافحة الغلو والتطرف. مشاهدينا، وصلنا الآن إلى النشرة الاقتصادية التي ستقودنا حتما إلى كندا والصين. مساء الخير محمد. مساء النور زميلة قلي، فعلا ستقودنا النشرة الاقتصادية إلى كندا والصين ومنها إلى أسعار المؤشرات. كل ذلك مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى النشرة الاقتصادية التي نبدأها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. بعد ارتفاعات متواصلة انخفضت أسعار المساكن في كندا وإن لم تكن بحدة كما كان متوقعا، وأظهرت بيانات من شركة كندا للرهن العقاري والإسكان أن الأسعار انخفضت بنسبة 3.9%، وكانت مقاطعة أنتروال مكتظة بسكان أكثر المناطق تأثرا بهذا الانخفاض. قال صندوق النقد الدولي إن أداء الاقتصاد الصيني شهد تحسنا أفضل مما كان متوقعا على خلفية التسهيل الانتمائي والاستثمارات العامة والسياسات التوسعية. وأضاف الصندوق أنه خفض من توقعاته بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف، مؤكدا انخفاض سياسة التحفيز المالي مقارنة بما كان متوقعا منتصف العام. فيما يلي مشاهدينا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا الكرام نشرة الاقتصاد انتهت، نشرة الثامنة ما زالت متواصلة، صحبة زميلتي الغالية من تعمر شين التي تلتقونها بعد الفاصل، ليك الغالية.
شكرا لك محمد. مشاهدينا دوليا في هذه النشرة، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق، وتشمل أوامر القبض الصادرة وفق المادة 329 من قانون العقوبات ثلاثة متهمين من بينهم رئيس المفوضية. وصدر الأمر بناء على شكوى مقدمة من مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي. يأتي هذا التصعيد الشديد تأكيدا من بغداد على تمسكها بإلغاء الاستفتاء قبل إجراء أي حوار. أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي خلال جلسة طارئة للبرلمان الإسباني أن كافة الخيارات مطروحة للرد على احتمال إعلان انفصال إقليم كاتالونيا، وذلك بعد توقيع الأحزاب المؤيدة للانفصال وثيقة رمزية لإعلان استقلال الإقليم مع وقف تنفيذ بانتظار مساعي الوساطة مع مدريد. وسبق أن لمحت الحكومة الإسبانية إلى احتمال استخدام المادة 155 من الدستور التي يجري بموجبها حل الحكومة في كاتالونيا وتعليق امتيازات الحكم الذاتي، ولم تستبعد مصادر اللجوء إلى قوانين أخرى قد تمهد لاعتقال رئيس الحكومة الكاتالونية. مشاهدينا من إسبانيا إلى جديد الملاعب هذا المساء مع وردة متبا. مساء الخير وردة. مساء الخير غالية. إذا مشاهدينا نشط الرياضة بعد فاصل. أهلا بكم. تصدر فريق تيسير من مدينة شطارة الدوري الوطني أندية الدرجة الأولى في ختام الجولة الثانية، وذلك برصيد 6 نقاط، وحل فريق تفرقسين في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، إليه في المركز الثالث فريق أفسن وليبو برصيد 4 نقاط، وبذات الرصيد تواجد فريق الكيجا في المركز الرابع، فريق شباب الرياض في المركز الخامس، وفريق أفسن كيهيدي في المركز السادس. أما في قاع الترتيب يتواجد كل من فريق الإكسار والشرطة بدون رصيد من النقاط. يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد بالعاصمة نواكشوط تحضيراته الميدانية استعدادا للمشاركة في منافسات الدورة التاسعة من البطولة العربية التي ستنطلق في نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية. وكان المنتخب قد أجرى قبل أيام معسكرا تدريبيا بالسنغال تخللته 3 مباريات ودية أمام السنغال والكونغو وتونس. ويطمح اتحاد كرة اليد إلى تحسين المستوى الفني لهذه الرياضة الأولمبية على الصعيد الوطني. مشاهدينا الكرام، نختم نشاطنا الرياضي هذه بأبرز الأهداف التي شهدتها الجولة الثانية من البطولة الوطنية أندية الدرجة الأولى في كرة القدم. شوط الرياضة وصلت إلى الختام، شكرا لمتابعتكم وعودة لقالي عمرشين. شكرا لك وردة. مشاهدينا ختاما للنشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يتفقد عددا من المنشآت الخدمية بمقاطعة تيارت في إطار زيارة التفقد التي يقوم بها لولايات نواكشوط الثلاث. رئيس الجمهورية يؤكد للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وسكان مقاطعة تيارت مواصلة الجهود التنموية وضرورة المحافظة على المكتسبات. محكمة عراقية تصدر أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق.
مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل، إلى ذلكم الحين في أمان الله.